نقلا عن مصادر إعلامية من مدينة البقاع اليمنية الحدودية، فقد وصلت إلى محافظات اليمنية المحررة أكثر من 16 شاحنة محملة بمواد غذائية وطبية وملابس. المصادر نفسها أفادت أن المساعدات تحوي أكثر من 1500 سلة غذائية، وتكفي السلة الواحدة أسرة مكونة من 7 أفراد مدة شهر كامل. هذا وقد هبطت أول طائرة مساعدات في مطار في مدينة صافر بالقرب من محافظة مأرب، الذي تم إعداده وترميمه خلال مدة لم تتجاوز 2 يوم. الجدير بالذكر أن سبب تأخر وصول المساعدات كان نتيجة انتهاكات ميليشيات الحوثي وعمليات الابتزاز التي قامت بها في الفترة الماضية، وهو ما حال دون وصول المعونات.